السحاب المطاطي ديكور جميل هنتعلمه مع بعض بكل سهولة ازاي تعمل الديكور الجميل ده. يلا بينا يلا بينا. اهلا وسهلا اصدقائي الغاليين في فيديو جديد هنتعلم مع بعض ديكور السحاب المطاطي. ديكور حلو جدا وسهل اي حد فيكم يقدر يعمله. بصوا يا جماعه، من اهم شروط السحاب المطاطي يكون الخلفيه بتاعتك غامقه. عايزين تشتغل في الرمادي الغامق مفيش مشاكل، انا بفضل ان انا اشتغل على خلفيه سوداء، عشان كده هدهن العمود ده لون الاسود وبعدها ابدا اشتغل في الديكور بتاعنا. يلا بينا يلا بينا. وهنا هنعرف الادوات اللي هنستخدمها، وهي بلاستيك مط اسود من شركه باكين، بخففه بنسبة 10%، ومعانا سحاب مطاطي أزرق من شركة ميكس. معانا لونين يا جماعة في الفيديو بتاعنا، هيكون ذهبي ولون أزرق. والأدوات اللي هنستخدمها زي ما انتوا شايفين، رولة صغيرة وفرشة كبيرة وفرشة صغيرة. يلا نشوف الطي العملي. وهنبدأ دلوقتي نبدأ ندهن اللون الأسود بتاعنا. يا جماعة ده لون بلاستيك مط، لازم يكون بلاستيك مط، الأرضية بتاعتنا بلاستيك مط. هنبدأ نشتغل زي ما انتوا شايفين بطريقة سهلة وبسيطة، وزي ما احنا اتعلمنا ازاي ندهن هيظهر في حرف الاي فوق ازاي تمسك الرولة وازاي تدهن. يلا نبدأ. بص يا اصدقائي، بعد ما نخلص فرد الدهان بتاعي ببدا امس. بعد ما خلصت الوجه الاول ببدا استنى حوالي ساعه، وبعدها ابدا الوجه الثاني. وبعد ما استنينا ساعه والحيطة نشفت زي ما انتم شايفين، هبدأ بالوجه التاني. وبعد كده هستنى حوالي نص ساعة وهبدأ اشتغل بالديكور بتاعنا. وبعد ما خلصنا الوجه التاني للحيطة بلون غامق، وبعد ما استنينا نص ساعة هنبدأ نشتغل بالديكور بتاعنا، وهنبدأ بسحابة مطاطي الذهبي. بصوا يا جماعة، هو بيجي زي ما هو كده، ما بخفش اي حاجة خالص، وابدأ اشتغل. بعمل ازاي؟ زي ما انتوا شايفين، زي ما انتوا شايفين، زي ما اسمه كده مطاطي، هو بيمط معايا شوية. ببدأ الف معايا الدهان وابدا اعملها بطريقه نظام حرف الزد، كده 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 كده. بصوا يا شباب، موضوع سهل جدا. تاني باخد البقيه زي كده وابدا الف معايا، عايز املاها تاني. اوكي مفيش مشاكل، طريقه سهله وبسيطه. بالعلبه باخد معايا بطريقه عكسيه حرف الزد زي ما انا عايز كده، باي طريقه عشوائيه زي ما انتم شايفين. موضوع سهل وبسيط واي حد فيكم يقدر يعمله. بص يا جماعه، هو يبان ان هو لون شفاف عادي، بس لا، ده لون ذهبي. لما بينشف اللون بتاعه بيبدا يبان. معلش انا كل شويه باكد عليكم وشوف انا بعملها ازاي. زي ما انت عايز، باي طريقه انت عايزها، عايز حرف ذات، عايز تطلع وتنزل، مفيش ادنى مشاكل. اهم حاجه اللي انت بتمط معاك السحابه نفسها.
في حد ممكن يعملها من فوق لتحت مفيش أي مشاكل. اوكي يا شباب، بصوا يا شباب احنا ممكن نعملها لونين ثلاثة. انا بعمل الالوان اللي تمشي مع العفش الموجود في البيت هنا، فعشان كده اخترت اللون الذهبي واخترت اللون الثاني اللون الازرق. فوانا شغال بسيب بعض المسافات عشان للون اللي بعد كده اللي هو اللون الازرق. بصوا يا شباب انا بعملها بطريقه عشوائيه بعيد عن بعض، بس اهم حاجه ان اللون ده معايا يتمط معايا يمين وشمال زي ما انتم شايفين. بصوا يا شباب لو احنا حاسين ان اللون الاسود كتير شويه، انت ممكن تعملها تاني بس بمسافات اوسع، يعني زي ما انتم شايفين كده في الاماكن اللي هي مش موجوده، واوسع المسافات فوق وتحت واسحب معايا. اهو بصوا يا شباب احنا شايفين فين لفين، كانك بتوصل وصلات معينه في الاماكن اللي هي مش موجوده. طب يا عم وسيم انت عايز توصلنا لغايه فين؟ بصوا يا شباب ممكن اخد مسافه فوق بعيد، مسافات بعيده ده في الاخر خالص. بصوا يا شباب الموضوع ده بينشف بعد حوالي نص ساعه. طب انا ممكن اعمل ايه خلال نص ساعه دي؟ لو انا شايف ان في اماكن معينه واخده كميه كبيره من السحاب المطاطي انا ممكن اعمل كده، ممكن اسحب من المكان اللي فيه كتير منه دهانات واسحبها لمكان تاني زي ما انتم شايفين. يعني الحته دي فيها كميه كبيره، باخد من هنا واوصل هنا، باخد من هنا واوصل هنا زي ما انتم شايفين بطريقه عشوائيه كده بسيطه. هو ما بينشف باللون الذهبي بيبان اكتر واكتر، بس لو انتم شايفين ان انت رميت بوهيه او رميت السحابه بتاعتك بكميه كبيره، انت ممكن تاخد زي ما بقول كده الكميه دي وتسحبها من الكميه دي قبل ما تنشف زي ما انتم شايفين. يعني في اسطمبه معينه احنا ممكن نمشي بيها؟ لا مفيش اسطمبه معينه، انت بتمشي زي ما انت شايف ازاي تعملها. زي ما انتم شايفين انا عملتها بحرف الزد او علامه اكس او علامه في، وفي نفس الوقت تطلع وتنزل زي ما انت عايز. وبعد ما خلصت اللون بتاعي بستنى حوالي نص ساعه عشان الحيطه تنشف، وبعد كده ببدا اشتغل في اللون الثاني وهو اللون الازرق للسحاب المطاطي. أصدقائي الغاليين وبعد كده ببدأ في اللون التاني للسحاب المطاطي وهو اللون الأزرق زي ما انتم شايفين. بعمل نفس الطريقة اللي أنا اشتغلت بيها في اللون الذهبي. خلاص احنا اتعلمنا ازاي نشتغل، وأبدأ هنا. يا جماعة عايز أقول احنا لازم نشتغل على مهلنا قوي في اللون التاني، لأن هنا هتوزع في الأماكن اللي هي فاضية أو الأماكن السوداء. ببدأ أوزع بطريقة منتظمة زي ما احنا هنشوف دلوقتي. عايز أقول معلومة تانية يا شباب، وهي إن اللون ده ما بيتضافش عليه أي حاجة، زي ما هو زي ما بيجي كده، والألوان زي ما هي، ما بضيفش أي شيء. ببدأ أشتغل على طول زي ما انتم شايفين. هبدأ أشتغل إزاي في الأماكن اللي هي بعيدة عن الذهب شوية أو في الأماكن السوداء زي ما انتم شايفين. ببدأ أوزع زي ما قلت يا شباب احنا بنشتغل بالالوان اللي هتمشي معانا مع العفش الموجود. عايز تعمل لونين ماشي، عايز تعمل ثلاثة ماشي، عايز تعمل أربعة ماشي. اختار الالوان اللي تناسب الشقة بتاعتك، بس يفضل انت يفضل ان انت تختار لونين بس تبدأ تشتغل عليهم. في ناس بتحب تعمل ثلاثة،
ويا جماعه الديكور ده ناس كتير جدا بتطلبه مننا اللي احنا نعمله، وديكور حلو جدا. اصدقائي ما تبخلش علينا باللايك جميل لو انت نسيت تعمل لايك، واشتراك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل ما هو جديد. يلا نكمل، يلا بينا. ولو الفيديو عجبك يا ريت ما تنساش تعمل مشاركه لاصدقائك عشان يستفادوا ويعملوه بنفسهم. وبعد ما خلصنا يا شباب اللون التاني للسحاب المطاطي، في ناس بتحب تسيب المنظر ده بعد ما ينشف، طبعا هيبان جمال المنظر بعد بنص ساعة بينشف. عايزين تسيبوه بالوضع ده ماشي، عايزين تدهنوا وش ونيش مائي عشان يحمي الحيطة من الوساخة والتراب، عشان لو حابب تنظف الحيطة، وده يفضل طبعا، وده اللي احنا هنعمله في الفيديو، اللي احنا بعد نص ساعة او ساعة وتأكد ان الحيطة نشفت ببدأ اشتغل واجيب ونيش مائي وابدأ ادهن الحيطة كلها عشان يقبل معايا الغسيل او النظافة، لان احنا زي ما اتفقنا اللون الاسود ده لون مط، واللون المط او المطفي بيمسك فيه الوساخه بسرعه يا شباب، فعشان كده يفضل يدهن بورنيش مائي. اصدقائي الغاليين، وبعد ما الحيطه نشفت بعد نص ساعه ببدا اشتغل زي ما اتفقنا بالورنيش المائي، وهو باين من اسمه ورنيش مائي بيتخفف بالميه بنسبه 10%، بنسبه 10% ببدا اخف الورنيش المائي بتاعي وابدا اشتغل على الحيطه. طب ايه الفايده؟ في ناس بتحب زي ما قلنا بتسيب الديكور كده، هو شكله حلو جدا، بس يا جماعه لو الديكور بتاعنا اتوسخ مش هنعرف نغسله ومش هنعرف ننضفه، اما الورنيش المائي بيدي لمعه حلوه جدا للديكور بتاعنا، وكمان قابل للغسيل بالميه عادي تنضف الديكور بتاعك، وعشان كده احنا هنعمل الورنيش المائي. يلا بينا، يلا بينا. زي ما انتم شايفين يا شباب هو يبان له ابيض بس هو شفاف، لون شفاف، محدش يستغرب من اللي هيحصل دلوقتي، وهو انت لما بتيجي تدهن زي ما انتم شايفين بتعتقد ان اللون كده خلاص، بتعتقد ان اللون كده خلاص ضاع واحنا كده بندهن ابيض. لا يا شباب، بعد ما الحيطه بتنشف بحوالي نص ساعه اللون ده ما بيبانش، بيبان لمعه حلوه جدا، تشتغل كده طبيعي. زي ما انتم شايفين ببدا امس الحيطه، زي ما بقول لكم يا شباب انت ممكن تستغرب وتقول خلاص اللون بتاع الديكور ضاع، لا، انت بعد نص ساعه اللون ده الابيض اللي انتم شايفينه ده بيختفي ويظهر بيها اللمعه، وهتشوف الديكور حلو جدا كمان نص ساعه. بصوا يا جماعه انا هسيب ده وهسيب ده ينشف بعد نص ساعه عشان اوريكم الفرق بين اللون ده وبعد ما تتصلر، فبعد نص ساعة هنشوف الفرق بينهم من بعض. زي ما انتم شايفين يا جماعة بعد ما نشف اللون خلاص اختفى، وفضل معانا اللمعان والنعومة، والفرق بين اللمعة بين اللي اتعمل واللي اتعملش صلر، هقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا. بصوا يا جماعه اللمعه عامله ازاي، كمان هتقبل معايا الغسيل فوق، مفيش لمعه زي تحت، تحت فيه لمعه بسيطه معرفش باينه معاك في الكاميرا ولا لا، فوق مطفي. وبكده يكون خلص الفيديو، وممكن تغسل العمود زي ما انت عايز براحتك، زي ما انتوا شايفين بقى شكله حلو قوي يا جماعه ازاي. مش العمود ده بس يا جماعه، احنا عملنا العمود الناحيه الثانيه نفس الكلام، واللي في النص ده زي ما انتم شايفين ده قطيفه
ولو عايزين تعرفوا القطيفة بتتعمل ازاي هيكون لينك الفيديو موجود في وصف في صندوق الوصف تحت، خشوا هتلاقوا حاجات كتير جدا يا جماعة ممكن تتعلموها وتعملوها بنفسكم، وديكورات كتير جدا. كل الفيديوهات يا جماعة هتكون في صندوق الوصف. تاني يا شباب ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. وبكده اصدقائي يكون الديكور بتاع النهاردة خلص. ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصل كل ما هو جديد. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.